أثار مقطع فيديو لناشطة بريطانية حصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق تيك توك الكثير من الجدل ليتسبب في توريطها وإدانتها أمام المحكمة. اعترفت السيدة أنها تقوم بركوب القطار وذلك بدون القيام بتسديد ثمن التذاكر، وقامت بإعطاء متابعيها لبعض النصائح لتنفيذ تلك المهمة دون الوقوع في يد المحصل. ولأن كل جريمة ليست كاملة، الناشطة قد تورطت وتمت إدانتها قضائيا أمام المحكمة، وذلك بعد أن تم استخدام مقطع الفيديو التي نشرته على تيك توك كدليل ضدها ومعاقبتها بسبب المقطع الذي تعترف فيه بارتكاب جريمة التهرب من دفع تذاكر القطار. قامت المحكمة بتغريمها مبلغ 970 دولارا أمريكيا، وذلك بعد أن تقدمت الشرطة بمقطع الفيديو الذي يثبت ارتكابها لجريمة التهرب من دفع تذكرة القطار ليتم القبض عليها، وفي حالة تكرار الأمر سوف يتم معاقبتها بالحبس.